السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربة، جمعة مباركة لكل الجزائريين، جمعة النصر بإذن الله تعالى. موضوعنا اليوم خوتي، حبينا نتكلموا على الفضائح جديدة للفاف، من بينها عبارة عن رشاوي وهدايا وسموها وقهاوي كما يقولوا خوتنا. القهوة اللي هي معروفة عند الناس جميعا باللي هي الرشوة، بغيتها تمرير الملف، تمرير التقرير الأدبي والمالي لخير الدين زغشي والفاف، بغيتها كسب عام آخر لترأسه للفاف. إذا خوتي، الجمعية العامة للفاف اللي راح تكون في 2 ماي، في الشهر 2 ماي القادم، راهم يخططوا ويهندسوا بقيادة طبعا المخطط والمدبر الكبير هو لعمار بهلول، المخطط اللي يدير تخطيطات جهنمية راهو ماهوش سكت. هذا عمار بهلول اللي سابقا قال زاتشي ربي بعثه لي، كي قال ربي بعثه لي جاء في بالي فكرت بوشوارب نتاع لفلان، يعني بوشوارب دو. اذا خوتي، الصحفي سمير بشير، صحفي الهداف، صحفي السابق للهداف، وهذا الصحفي هو اللي دار رزنامة البطولة الوطنية قسم المحترف، هو اللي دار الرزنامة اللي استعانت به الفاف. هذا الصحفي كشفهم قال بلي يا ولدي راهو زاتشي والجماعة من 900 مليار اللي عندهم في الخزينة تاع الفاف راح يفرغوا يقسموها على رؤساء الرابطات الجهوية والولائية باش يصوتوا بنعم على التقرير المالي والأدبي. إذا خوتي، سمير بشير فصل بالديطا، يعني الرابطة الجهوية قال لك يعطوهم يا ولدي 200 مليون، كل رابطة جهوية عندها 200 مليون وكل رابطة ولائية 50 مليون، وزاد قال لهم كل رئيس رابطة يجيب معاه الباسبور وزوج صور وشهادة ميلاد باش يعطولو الفيزا باش يروح يحوس في مصر باش يحضر كأس افريقيا في مصر بلاش، من عند البايلك كما يقولوا، من عند اموال الاتحادية اللي ما خسرت ولا فرنك من جيبها، ولا فرنك من عرق جبينها، ولا فرنك تعبت عليه، كلش من الملايير اللي خلاها روروا، ملايير اللي خلاها روروا رمي بذرو فيها علوه باش يبقاو في الكرسي. بتخطيط قلنا العقل المدبر هو عمار بهلول، اللي يعرف الخبايا الرابطات ويعرف الرابطات مليح، وهذه الميتي تاعو، خدمة تاعو. قال لحلو كيف يقولوها، لحلو خبزه فمو يسكت، سكتوا. قال هذاك عايز سنية ذاتنا نعطوك هاك 100 مليون اسكت. هذا هو التفكير والتخطيط الجهنمي. اذا خوتي، لازم كامل المسؤولين في الدولة الجزائرية بما فيهم القايد صالح لازم يأمر ايضا، لان السياسه هي الرياضه والرياضه هي السياسه، ما كانش تفريقه بيناتهم. انا ما قلتش هكا، مارجر اللي قال هكا، لازم يامر القضاه لازم ياخذوا مسؤوليه، يشارعوا هذا من الناس ويحقوا مع هذا من الناس. كيف هذه الاموال اللي تسمى رشاوي، تسمى ترشي الرابطات باش يفوطيو عليك باش تعرفوا، ما قدروش شموا رائحه كما نقولوا هنا، رائحه الانقلاب عليهم، بداو في المخططات نتاعهم. ما حتى كاين صحافه اللي تكلمت على هذا الشيء، لكن قنوات ما يتكلموش على هذا الشيء، يخافوا. كاين بعض الصحافه المكتوبه اللي تكلمت انه زاتشي حاب يكسب الرؤساء الرابطات باش يكسبهم بالاموال وامتيازات وفواياج، يروحوا لمصر ويحوسوا يخلصنا من كلش، التكاليف كامل، السفر والفيزا واموال من فوقها بونيس، وفوطيو علينا بوي وخلاص. نعم،
باش نبقاو نزيدو عام باش تعرفوا بلي الناس هذوما باش يعطوك باش يفرطوا في الكرسي مستحيل. علاش قلت انا هذا من الناس لو توصل الامر للفيفا ماهمش عيفرطوا في الكرسي بالسهل، امبوسيبل مستحيل يفرطوا في الكرسي بالسهل. يقول لك تعاقبنا الفيفا وما نطلقوش الكرسي. الحمد لله بانوا على حقيقتهم، بانوا على الحقيقه نتاعهم باللي هذا من الناس باش يعطوا مال الكرسي منصب يخلوه، والله ما يخلوه بالسهل ما يخلوش، يديروا مستحيلات كامل، اموال رشاوي اتصالات معارف امتيازات للرابطات يا ولدي، يديروا المستحيل المستحيل بعد يديروه باش ما يطلقوا كرسي، ما يطلقوش الكرسي مستحيلات. قلت اخوتي مستحيلات كامل يديروها الا الكرسي ما يفرطوش فيه. قلت لكم باخوتي بعد الصحافه اللي تكلمت مكتوبه وقالت باللي رازتشي راح يقدم امتيازات للرابطات ومنها اموال ومنها رحلات لمصر وكلش باطل من جيب الاتحاديه ولا من مال الاتحاديه. الاتحاديه لهذه ما خسرت ولا فرنك، ما عندها عامين ما خسرتش ولا فرنك من جيبها. قالوا لنا بلي الكراج راح يتخلصوا الاتحاديه من جيب من المال الخاص اللي زاتشي، صح ولا فرنك خلصوا زاتشي 900 مليار ولا 800 مليار اللي بقات اللي خلاوها الرجال. هاك فرني فرني برك ليسونسيال نقعد في الكرسي برك. قال الرابطه هذيك قال له نو ما فوتيش عليك زاتشي، قال لك دي خصك 200 مليون هاك 200 مليون فوت عليا زيد روح انت وعائلتك نديك من مصر تحوسوا، روح تحضروا كوب دافري كلش سلك كلش خالص، الوتيل انت والمراه نتاعك وعائلتك ولادك كلش خالص، مون فوطيو برك فوطيو وي عليا برك فوطيو بنعم عليا برك هذا مكان وخطاتكم. ابا شعفو الكرسي صعيب، الكرسي صعيب وخاصه مع هذا من الناس. انا هذا قلت لكم اخوتي على فيفا، قلت لكم الفيفا تعطيهم استفسار ومن بعدها ترجعهم تقول لهم يا ولدي لازم تعاودوا الانتخابات. هذا من الناس ما يعاودوش الانتخابات وما يعطوش الكرسي لحتى واحد وما يخلو حتى واحد يدي المنصب تاع الفاف، امبوسيبل مستحيل. كون يضطر الامر ارواحهم يضحيوا برواحهم يقتلوا رواحهم وما يديش ما يروحش الكرسي باش تعرفوا دعوه ماشي سهله. على قلت لكم انا نخاف من الفيفا، خاف من الفيفا من ناحيه العقوبات، لان انا اذا وصلنا للعقوبات يعني هذه الاتحاديه تبيع الجزائر، بهلول وزاتشي وجماعه كامل يبيعوا الجزائر مش الفيفا مش الفيدراليه عفوا الفاف، يبيعوا الجزائر على جهه الكرسي، الجزائر كامل يبيعوها على جهه الكرسي. الحمد لله اللي راهم تكشفوا بشوي 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 تكشفوا. نشكروا كامل الاحرار وكامل الشرفاء مهما كانوا حتى في الهداف ولا في النهار، كاين الشرفاء كاين الاحرار وكاين اللي يحبوا يخدموا البلاد مهما يكون التوجهات مهما يكون البلاصه اللي يخدم فيها، الله غالب كل واحد ظروفه، بصح كاين الرجال. لكن نقولوا الهداف ولا النهار راهي قنوات الشتاء اللي زاتشي ماناش نقولوا صح، بصح كاين كاين ولاد فاميليا الله غالب، الخبزه مره كما يقولوا الخبزه مره كاين الله غالب، بصح انسان شريف تلقاه انسان شريف وتلقاه ولد فاميليا بصح الله غالب، الظروف اللي خلته في ذيك القناه ولا ذيك القناه ظروف الله غالب كاين الشرفاء. اذا خوتي باش تعرفوا وتعلموا هذا هو كما نقولوا سياسه الاتحاديه هذه. مانيش طالق الكرسي، كون اضطر الامر حياتي وروحي وما نطقش الكرسي. يحتاج الرابطات، الجمعيه العامه هي اصلا تتكون من الرابطات، الرابطات هي اللي عندها الكلمه الاولى والاخيره لها هي. الرابطات هذه الجهويه والولائيه يحتاجوا نعطيهم ملايير، نعطيهم مش خساره، ليسونسيال نقعد في الكرسي. نعطيهم من الاموال الاتحاديه وفرغة الاموال الاتحاديه نزيد نجيب اموالنا الخاصه، المهم نبقى في الكرسي باش نفري لي زافير ونبيع لي جوار تاوعي. فهمت دورك علاش؟ علاش شاد في الكرسي زرشي وعمار بهلول يخطط له؟ كل على المصالح. مصالح لازم 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 القضاة يتحركوا، لازم مسؤولين الدولة يتحركوا، لازم يبقاش دركا خلاص. مبقاش هذا اصلا زرشي وجماعته محسوبين على النظام السابق.
هذا النظام السابق اللي جابه. إذا راكم نتوما تقولوا أنا ضد النظام، علاش تخلوا فيه؟ علاش تخلوا فيه؟ ابداو ديروا لي زونكات، تحقيقات، كيفاش عيطوا الرابطات كامل. هذه خدمتكم يا القضاة، خدمتي هنا نقولها لكم. قال أرواح أنت الرابطة الفلانية تاع الشرق وتاع الغرب وتاع مش عم بالي وين وتاع أرواح، كيفاش هذه الأموال عاد نديها لكم زادشي؟ هذه رشوة. يا أنا نفهم أنا حاجة واحدة، الرشوة عاقب عليها القانون. إذا عاد الرشوة عند الحلال هذه ما جامي شفتها. هل الدولة الجزائرية ولا القضاء الجزائري ولا العدالة الجزائرية تسمح بالرشوة؟ هذا أكثر أكبر من هذا فساد. وشي هو إذا عاد الرشوة يقبلها القانون الجزائري؟ هذه جديدة. مفروض هذه قضية تاع الرشوة الرابطة كامل يعقبوا للتحقيق، وما عاد يروح للتحقيق زادشي وبهلول، خاصة بهلول المخطط الأول والمهندس الأول كامل يعقبوا للتحقيق. كيف هذه الرابطة تعطهم أموال تعطهم امتيازات؟ علاش؟ باش تشري ضمان من توهم. كامل يعقبوا للتحقيق. فالأخير خوتي ملقطنا مع مزملة فيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.